إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جمال السجين صنع قناع الموت عقب وفاة عبد الناصر مباشرة ودون علم أسرته. السؤال: كيف نحت السجين هذا القناع ومن سمح له بالوصول لجسد عبد الناصر بعد رحيله، بل وصب الجبس على وجهه ويده لصنع تلك المنحوتة؟ سؤال أجاب عنه الكاتب والباحث في التاريخ الحديث عمرو صابح، مشيرا إلى أن ما حدث لم يكن وليد الصدفة ولا في غفلة ممن حوله، ولم يكن السجيني هو من صب الجبس كما هو متداول، بل القصة كما ذكرت في كتاب من قتل جمال عبد الناصر للكاتب جمال سليم قبل 20 عاما من الكشف عن القناع بمتحفه، تمت بصورة رسمية بتكليف من حسن التهامي مدير شؤون رئاسة الجمهورية الذي استدعى وزير البحث العلمي وقتها صلاح هديت، وطلب منه القيام بأخذ الصفة التشريحية للرئيس جمال عبد الناصر تمهيدا لعمل متحف لتخليد ذكره، والذي بدوره سأل الدكتور أحمد الحسيني عن أفضل من يقوم بأخذ الصفة التشريحية للرئيس عبد الناصر، وكان اختيار الدكتور أحمد الحسيني هو النحات الكبير الدكتور مصطفى متولي، أستاذ ورئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة وقتها. بدأ العمل في نحت قناع الموت للرئيس وكف يده في مساء يوم 29 من سبتمبر 1970، وانتهى في مساء يوم 30 من سبتمبر 1970، وجر العمل في قصر القبة، حيث كان جثمان الرئيس عبد الناصر محفوظا في إحدى الثلاجات الضخمة بالقصر للحفاظ عليه حتى يحين موعد تشييع جنازة الرئيس ودفنه. ولم يكتفي الدكتور مصطفى متولي بصنع قناع لوجه الرئيس ومنحوتة لكف يده اليمنى، بل صنع قناعا آخر قام بتسليم الكف وقناع منهما للوزير صلاح هديت، واحتفظ بقناع لنفسه. وقام الدكتور مصطفى متولي بتسليم قناع الرئيس عبد الناصر الخاص به للنحات الكبير جمال السجيني الذي كان يستعد لنحت تمثال للرئيس عبد الناصر لعمل متحف لم يسعفه القدر الانتهاء من منحوتاته.